تميز ولاية سليانة بتعدد شركات الإحياء والتنمية الفلاحية، حيث تمتد الأراضي الفلاحية الدولية على مساحة 64 ألف هكتار دون اعتبار المساحات الغابية والرعوية. ومع بقاء 50% من هذه الأراضي غير مهيكلة وعدم التزام عدد من المستثمرين بشروط استغلال هذه الأراضي، ظلت مساحات شاسعة خارج الدورة الاقتصادية. البعض من المتسوقين لا يلتزمون بالشروط المحمول عليهم بالقانون والمدونة بكرس شروط، خاصة فيما يتعلق بخلاص الديون، مما يدفع الإدارة إلى إجراء التقاضي ضدهم وبالتالي عدم تجديد العقود. يجد المتسوق نفسه في وضعية لا تسمح له بالانتفاع بالمنح والامتيازات المخولة له تبقى قانون الاستثمار، ولا يستطيع أيضا التوجه للمؤسسات المالية المقرضة للحصول على التمويل اللازم. وتشعب الوضعية العقارية بولاية سليانة وكثرة الرسوم المجمدة بها مما يحول دون إدخال العقار الدولي الفلاحي في الدورة الاقتصادية والحصول على التمويل اللازم. وأمام ضعف مساهمة هذه الأراضي في دفع التنمية والتشغيل، طالب الاتحاد الجهوي للشغل بوضع هذه الشركات تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية من خلال بعث مركبات فلاحية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية، خاصة أن التجربة قد لقيت نجاحا كبيرا. وضعت الهلال في العروسة تم استرجاعها أيضا تحت تصرف الديوان في إطار إسقاط الحق. نحبوه تتضم المركب الفلاحي العروسة، كان المستثمر يجيب التراكتورات، يجيب الماكينات، يحصد وما يقع ولا يخدم ولا يشغل ولا يعمل حتى شيء. تشغل ضيعت 63 ألف هكتار كانت تمتد على 41 تعاضدية، كانت تشغل حوالي فيها حوالي 2000 موطن شغل بين متعاضدين وعمال. اليوم الأراضي المسترجعة والضيعات هذيك معناها إذا كان طارت تلقى فيها 20 خدام. وأش يجي يعمل المستثمر؟ أول حاجة يعملها يطرد العمال، لا يعمل برنامج استثماري، لا يتقيد بكراسة شروط، يزرع ويحصد وكهو. تم خلال سنة 2015 صدور الأمر عدد 1850 المتعلق بتسوية الوضعية القانونية الوضعية العقارية للعقارات للمتصرفين في العقارات الدولية بصفة قانونية. وللأسف في ولاية سليانة نلاحظ عزوف وعدم انخراط المعنيين بالتسوية في هذه العملية. الأعداد قائمة تضم 14 مقسم على مساحة جملية تناهز 600 هكتار، وسيتم إن شاء الله في المدة القريبة القادمة الإعلان عنها لفائدة كما ذكرنا المعطين العمل من حاملي الشهادة العليا. هي كانت شركة تنمية فلاحية ولينا مركب فلاحي تو الخميس، الحمد لله بفضل العمال والإطارات الموجودة في المركب اثنين الركبة وخدمنا ونجحناه. وكانت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قد استرجعت في السنوات الأخيرة عدة ضيعات ووضعتها تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية في انتظار إيجاد الصيغ المثلى لاستغلالها.